وين ما كنتوا تسمعوا فينا، هذه ميدي ميد على راديو ميد. كنا في متابعة أو مواكبة للندوة الصحفية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية نجم نقوله ما بعد الحجر الصحي، وهذا الحجر الصحي المواجه اللي ما قيناش ما عرفناش التوجه متاعنا. سفيان تقريبا كي تفرجنا تقريبا عدينا أكثر من 63 دقيقة وما مخرجناش بحاجة كبيرة. هو من الأول حق لبنى جريبي تحدثت 45 دقيقة تقدم في تدخلات الوزراء، ما حقاش تحكيت أكيك، لكن عرفنا بعض الأشياء اللي نجم نقوله أنه الحجر الصحي المواجهة بشيشه في المرحلة الأولى بنسبة 50% الوظيفة العمومية والإدارة والصناعة والخدمات والمهن الحرة وأشغال العامة والبناء والمهن الصغرى ستكون بالتنوب جور بيل وجور أمبيل ولا بطاقات التعريف والبطاقة الباطنة، والمساحات التجارية الكبرى وتجارة الملابس والمغازات الكبرى انطلاقا من 11 مي، ما عدا مهن التجميل والحلاقة التي لا تحترم مبدأ المناعة حسبها هي. وفي نفس الوقت أكثر من 65 سنة ما يخرجش من الدار، أقل من 15 سنة ما يخرجش من الدار، واللي عندهم مناعة والحوامل بون اللي ما عندهمش مناعة ولا عندهم مناعة ضعيفة المناعة نتاعهم ضعيفة أو عندهم أمراض مزمنة، كيفاش هذوما باش كونترولوهم مش عاملوهم. زاد على ذلك جبد الكمامات، سمعنا الوزير قال حاجه فانتس ما نقول لك، الوزير تاعها قال ضيعنا الوقت حكايه فساد باش فساد، والله رانا صنعنا الكمامات وفي الاخر قال اليوم اجتمعنا الصباح ولقيناش باش يوزعوا الكمامات. ما تنجمش تخرج اذا ما ثماش كمامات. في فرنسا مثال تنجم تخرج وعندهم 100 كيلومتر عندك الحق، وفي فرنسا الكمامات اجباريه خاصه في مناطق معينه. الآن يقول القائل بيسين سال دو سبور قهوة، سمعتش كلمة قهوة؟ لا. ريستوران بار اكزومبل ما ثماش، يبيع زلاب يبيع المخارق بار اكزومبل ثماش، قال لك لا باش نخليو للسلطات المحلية معناها، وبرا مشي المركز وعمل التصريح ومشي البلدية وغيره دونك خلوها فضفاضة. أنا الحق اللي ريتو لحد الآن ما ثماش وضوح في الرؤية، وكنا ننتظروا تابلو كيما هذايا كيما بار اكزومبل اللي خرج في فرنسا يعطيك مختلف المهن القطاعات والرقنامه وقتاش تبدا تحل وقتاش، واذا كانها ممنوعه يحطها لك ولا بار اكزومبل نقرا مثال عندك كريش ايكول ماتيرنيل بريمير ليسي انسينمون سوبيريور انتربريز بار كافي ريستوران كوميرس مارشي شوماج بارسيل ترانسبور ان كومان ديبلاسمون سبور سينما غران سبيكتاكل grande salle de spectacle pour les grands musées, médiathèque et petits musées, culte, yani dîne, mariage, anniversaire, réunion de famille, test, masque, femme, yani, ça va mettre le test virologique, faisons-moi. Achille, il y a un masque grand public disponible dans le film Al-Montin. Yani, le haq, je suis pas le haq. Donc, le jour, il y a des gens qui ont dit que les 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 gens qui 50% ما قال باش تخدم إدارة 50% أي كيفاش؟ أنت عندك 650 ألف موظف في تونس، أي كيفاش يعملوا؟ يقول لك اللي نجم يخدم عن بعد يقعد يخدم عن بعد، إيش معنى؟ أنا ودي نجموا نخدموا عن بعد، لكن نجموا نخدموا زاد من هنا. أي إنسان ينجم يخدم عن بعد اليوم؟ اليوم الناس الكل بسكايب ينجم لابد يعرسوا عن بعد ويتلقوا عن بعد. معناها أنا اللي لاحظته ماذا بينا يخرجونا يداركوا هذايا، وأنت اتصلت بهم وأنا اتصلت بهم وقلت لهم أعطيونا تابلو فيه كل شيء. حاطين كوفيد 19 وكل شيء، وزير التربية قاعد يحكي فيها أشياء مجملة، سيدي ولا شنو فيه؟ قالتها نقابات عندها ثلاثة أيام. فهمتني؟ وزير التربية. تو باش يزيدنا وزير التعليم العالي يقول نفس الشيء. أما ثم حاجات ما نعرفوهاش، اللي عنده عرس في بلدية، اللي عنده صديق، اللي عنده ظهور، اللي عنده لمة، إيش باش يعمل؟ اللي عنده قهوة لحد الآن ما سمعتش كلمة بقى بصراحة. ما قلتش اللي عنده مطعم. اللي عنده شركة نتاع خدمات اللي يخدم دهاء يعني يخدم تشرون لا هما اللي قالوا بالنسبة ما قالوش ما سماوش بالنسبة الدهان والصبابتي والواحد، لكن قال لك الأنشطة هذيك يرجعوا من اللوكات مع احترام هي الأنشطة شنية وما تحكيوا على هذيك بها حرفية حرفية لكن ما قال لك ترجع بالتنوب هكا ولا هي بالتنوب كيفاش؟ أنا سيدي دهان يجيني يعني بوليس في الحومة يقول لي تدهن انت اليوم انت باش تخدم، نقول له بلاستين يقول لي هات ما يثبت
نقول له انا باتين نتاعي يبال وانا نبال. شوف انتخ نو سي با كوم سا يعني بكل صراحه انا نرى انه كنا ننظموا الامور خاصه انا مع الناس تخرج لكن قبل كل شيء على الاقل اوبليغاسيون وين تلقى العباد يلبسوا الكمامات. اما تقول لي الكمامات هاو حكينا للصناعيين الكل باش يوزعوهم على زوفيتين وعلى المساحات الكبرى اي ويني وقتاش باش يوزعوها؟ امبارح تحدثنا على الغلطه هذه سفيان كنت تتذكر انا وياك لهنا قلنا راهو فرنسا جمعتين التالي غلطت نفس الغلطه في تقديم الاجراءات هذه بعدد من الوزراء ويبداو يحكيوا توا شوف هاو تخمر سي محمد الحامدي بدا يحكي بيديه وكل شيء وباش يقعد يفسر لنا قبله وزير الصحه عبدالطيف المكي معناتها في الكونفيرونس كيما هذه خذا وقبله الوزيره ومن بعد باش يجي وزير التعليم العالي على ما يبدو انت شفت ادوارد فيليب حكى واما نطق رسمي باسم الحكومه والا رئيس الحكومه يحكي اما هما توا هما هكا توا الوزيره قلت لها باش ما تطولش خاطر الصحفيين غادي نصور محبوا يسالوا هذا معناتها تقريبا احنا توا ساعه ودرجين ماذا بينا بصراحه من هنا اليوم العشيه هاو مسمى تدارك ما خلوا من 400 يدركوا يخرجوا تابلو ويعديوا في التلفز ونقراوا في الاذاعات ويخشوا كواليت لمبي وفي الجرائد المطبوعه وفي النسخ المطبوعه نتاع الجرائد وفي وسائل التكنولوجيه هذوما المواقع الاجتماعيه ونحطوا بالقطاع يا سيدي انت تعمل سبور انا نعمل بيسين مثال ديما اي حاب نعرف خويا نحب نجي نعمل بيسين نجم اي ولا لهنا يسالونا اصحاب اللي سالدو سبور السبور اتصلوا بالاذاعه احنا نرجع ولا ما نرجعوش احنا وين؟ فوالا شو باش تقول له؟ تقول له انت حرفي ولا هو مهنه حره ولا هو صناعه ولا هو سياحه ولا هو تجاره؟ وبالنسبه للمهن السياحيه كيفاش باش نعملوا؟ وبالنسبه للعيد باش تقول لي انت 24 تي والعيد قالوا شاف باش نعمل عليها من بعد؟ يعني بكل صراحه انا ماذا بيا تكون الامور واضحه وثم تحط المعطيات وش هي المهنه او النشاط او القطاع شنو هو المسموح به في اي فتره زمنيه اذا كانوا ممنوع وقتاش باش يتحل وتبدا واضحه الامور. ثم ياسر يعني ما تنجمش تشد كل شيء، تو النواوليه يخدموا مثال به. ولي نواولي باش نشري نوار. انا هالنهارين زرعت ياسر نوار، نقعد في الجنين نحوس ونزرع به. وكان كايري مسكرين. مسكرين كان كايري. اي علاش؟ شو الفرق؟ يعني باش نشري محبس فيه العناع ولا حبق ولا مسكرين ولا باش نشري كلامولات ولا باش نشري بولونه. بولونه. انبوبه ضو تحرقت لك. معناها باش يوريك اللي سمع الحق مش واضحه الامور، ماذا بينا تتوضح خاطر المواطنين باش يعبدوك اي واحده ومن بعد يخرجوا الناس الكل. احنا اللي نحبوه كذلك ما حكوش على الكوفرفو بون ينجم تقول انت بصلاحيه لكن المره الاخرى حكاو قالوا من صلاحيات رئيس الجمهوريه لكن مش يقاتل فيها حد هل باش يعمل كوفرفو ولا 10 تاع الليل ولا يقعد كنسه كما توا ولا 8 معناها باش نعرفوا ماذا بينا الضبابيه هذه تم تصويبها وتوضيحها في حاجه مكتوبه خلينا نفهموا حتى انا خاطر غدوه وبعد غدوه باش نقعدوا نخدموا على الكونفرنس هذه باش نكلموا الوزراء هذ معنيين ويوضحونا بالنقطه بالنقطه وما عندنا حاجه مكتوبه راهو المشكله مدام جريبي معناتها ضربت ضربه في اليمين وضربه في اليسار وضربه في الوسط وطلعت لفوق ورجعت الغادي مشيتش معناتها الترتيب ما كانش صحيح عليها خليت كل شيء في الضبابيه ومشيت في اللي ما يخصهاش ومشيت في اللي يخصها ما يقولوا كي تخوف اون براس ولا ايثان يبوس ياسر ما عندكش مثل معنى احنا ماذا بينا حاجه عمليه وحاجه ينجموا نديتك وعندنا الوقت من هنا لنهار السنين العباد تعرف يخرجوا لنا ان جيد لكن مش تقول المواطن دبليو 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 نقطه وكاو وحاطين الدايركت شفتها كاو خرج حاجه وهكا عندك وسائل اعلام ما شاء الله اذاعات تلفز وسائل اعلام عموميه الوسائل هذوما نهبطوها ونقولوا للعباد باش الناس تعرف اللي يخدم يبيع في اي توا باش جاي العيد ولا لا باهي ثم عباد يخدموا الميسره نتاعهم نتاع الحلو هكا ولا ايش باش يعملوا؟ ما قالوش معناها توا بخلاف الباتيسري ثم الناس يخدموا الحلو سبيسيالمون يعمل بقلاوه تقول انت المحلول العربي في الدار اي وين هذيك اش قلنا عليها حاجات كيما هكا انا باش نحل الكوشه باش تقبل غدوه نجيب انا عود الرشته بتاعي ونعمل صينيه مثال بقلاوه ولا كذا ولا كعك ولا حاجات كيما هكا ماذا بينا يعطيو المعطيات هذه قطاعات مش صعيب شقاوها هي موجوده في اتحاد الشغل وفي اتحاد العالم موجوده في بلاد رئيس الحكومه عندها كل شيء هما المعطيات اللي نجموا نقولوها انه القطاع الصناعي وال 50% من طاقه التشغيل
والنقل باش يكون ذاتي. البناء والحظائر ما فهمناش كيفاش 50% معناتها انت سفيان عندك صبياض يجيك بياض برك يلزم ولا معناها 50% معناها نهار بنهار يخدم. ولكن كيف كيف سمح حكايه النقل في هذايا قطاع قلنا احنا يعني الحجر الصحي المواجه المرحله الاولى 50% من الوظيفه العموميه والاداره والصناعه والخدمات والمهن الحره والاشغال العامه والبناء والمهن الصغرى باش تكون بالتناوب. اما المساحات التجاريه الكبرى وتجاره الملابس والمغازلات تنطلق من 11 مي ما عدا مهن التجويل والحداقه اللي ما تحترمش حسب معناها مدام ربنا اجنبي قاعده تبعت وزير الصحه قال ضيعنا 15 يوم في فساد ماهيش فساد في صفقه الكمامات ولا رانا كملناها ومصنعناها مش مده دونك اليوم مش مصنعين دونك حكايه الكمامات نطرحوها. مدام الجليبي قالت عندنا تجربه نتاع بلديات وغيره اي بلديه تونس وقت اللي حطت الصابون وجالي دلو الكوليك وغيره جاوا عباد ووقفوا بعصي وخذوا فلوس على العباد ولا كسروا ولا سرقوا ولا نهبوا ولا عملوا دونك اليوم هذه القواعد هذه احنا ماذا بينا التابلو واضح فيه المهن الكل. وكذلك بالنسبه كي تقول الاداريين الاداريين 50% يقولوا لهم باغ اكزومبل الاداريين انهم اللي باش يمشيو يخدموا في الادارات انهم باش يقعدوا في ديارهم ولا باش يعملوا تناوب يعني كل مؤسسه ولا غيره يخبرهم لانه نهار 400 باش يبدا الشيء 400 غدوه. اكثر وضوح احنا تبرعنا تقريبا بساعه ودارجين للكونفرنس بريس مانينا ناخذوا حاجه ما اهم